بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت أن أتحدث معكم عن الدلائل العلمية المادية الملموسة الموجودة في القرآن الكريم عن عذاب القبر. هناك فئة للأسف من بعض المفكرين الإسلاميين الذين أنكروا وجود أي نوع من أنواع العذاب بعد الموت. طبعا نحن نقول عذاب القبر لا يعني أن الذي يموت خارج القبر أو لا يدفن أو يموت في أعماق البحار أو يلتهمه حوت مثلا أو يموت في انفجار أو في حرب أو كذا أنه لا يعذب. لا أيها الأحبة، الإنسان يعذب حسب عمله، إما نعيم في عالم ما وراء البرزخ أو عذاب. طيب، ما هو الدليل العلمي أيها الأحبة؟ الآية التي يستدل بها أصحاب أو من ينكر عذاب القبر في داخلها يوجد الدليل. يعني سأتلو معكم هذه الآية من سورة ياسين أيها الأحبة، وهذه أقوى حجة لهم أنه لا يوجد عذاب قبر. الله تبارك وتعالى يقول في سورة ياسين: ونفخ في الصور. طبعا هناك نفخة، النفخة الأولى أيها الأحبة تموت الأحياء جميعا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يمكث الكون ما شاء الله، ثم تنفخ نفخة الحياة، نفخة البعث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي المراقد التي كانوا يرقدون فيها. ما تبقى من هذه العظام، ما تبقى من شريط DNA، الشريط الوراثي، هذه البقايا التي لا يمكن رؤيتها حتى بالعين أو حتى بالمجاهر، تمكث في أعماق المحيطات، في أعماق الأرض، في باطن الأرض، في أي مكان. الموضع الذي ترقد فيه بقايا البشر تسمى أجداث. فالأجداث تختلف عن القبور. القبر هو الذي نعرفه كلنا، بينما الأجداث هي المستقر الذي يستقر فيه أو تستقر فيه هذه البقايا البشرية التي أنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سماها عجب الذنب، حيث إن الأرض تأكل من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، وهو جزء صغير جدا، يعني يمكن أن نسميه الشريط الوراثي لهذا الإنسان الذي يخلق منه الإنسان، يعاد تصنيعه، يعاد تركيبه، منه خلق وفيه أو منه يركب. إذن أيها الأحبة، الشاهد هنا أن هؤلاء الكفار المجرمين الملحدين الذين أنكروا البعث، أنكروا عذاب الله، أنكروا وجود الله، ما هو حالهم؟ دققوا معي رجاء وتصوروا هذا الموقف. لدينا احتمالان، إما أنه يوجد عذاب قبر أو لا يوجد. يعني هذا الميت الكافر إما أنه كان في قبره لا يشعر بأي شيء، وفجأة بعث إلى الحياة الآخرة، إلى يوم القيامة، حيث لا موت بعد ذلك اليوم، بعد هذه الحياة الثانية لا يوجد موت. بمجرد أن بعث هذا الإنسان يقول يا ويلنا. طيب، ما الذي جعله يقول يا ويلنا؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون. يعني قالوا يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ طيب لماذا يقول يا ويلنا إذا لم يكن هناك شيء؟ هو لم يعرف مصيره بعد. هذا الكافر وهو في قبره، بناء على نظرية أنه لا يوجد عذاب في القبر، هذا الكافر لم يرى شيء، لم يرى العذاب، لم يرى النار. فعندما يبعث، المنطق يقول أنه ينتظر حتى يرى مصيره، ولكن هم يقولون على الفور يا ويلنا. طيب ما الذي جعلهم يقولون يا ويلنا؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقدنا أيها الأحبة لا يعني أننا كنا نائمين
المرقد هو المكان الذي تستقر فيه أو ترقد فيه. يعني أنت إذا رقدت على الأرض فهذه الأرض هي مرقد لك، إذا رقدت داخل قبر هذا القبر هو مرقد لك، إذا رقدت في أعماق المحيط فهذا هذه الأعماق هي المرقد، حيث تستقر بقايا أو ما تبقى منك تستقر في هذه الأجداث. قالوا يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ يأتيهم الجواب الصادم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب، هذه الآية هل هي دليل على وجود عذاب في القبر أم عدم وجود عذاب في القبر؟ لو كان هناك حالة أمان واطمئنان في القبر ولا يوجد أي شيء في عالم البرزخ أو ما وراء البرزخ، المنطق يقول إن هذا الكافر المفترض أنه يخرج لا يعلم شيء، ينتظر الحساب وينتظر، هو لا يعلم شيء، لماذا يقول يا ويلنا؟ كثير من الملحدين يعتقدون أنهم حتى لو بعثوا يوم القيامة سيكونون أسياد الآخرة. إذن أيها الأحبة، ما الذي جعلهم يقولون يا ويلنا؟ لأنهم كانوا وهم في القبر يعرضون على النار ويرون مقعدهم من النار ويعذبون بها. أنت عندما ترى مقعدك من النار هذا عذاب شديد جدا، ولكنه عذاب صغير جدا أمام عذاب الآخرة العذاب الشديد والعياذ بالله. لذلك في قصة آل فرعون عندما أغرقه الله ماذا قال الله في حقه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طب أين هذا في الآخرة؟ في الآخرة لا يوجد غدو وعشي، في الآخرة لا يوجد زمن أصلا، لا يوجد صباح ومساء وظهر وكذا، الآخرة خالدين فيها. إذا غدوا وعشيا يعني في الدنيا. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهكذا كل يوم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا هناك عذاب صغير، صورة مصغرة عن عذاب يوم القيامة، وهناك عذاب شديد، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبالمقابل أيها الأحبة، هناك نعيم. إذا كان هناك عذاب لابد أن يكون هناك نعيم. طيب ما هو الدليل من القرآن؟ الله تبارك وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا هذا الميت الذي مات في سبيل الله، وليس من الضروري أن يقتل في معركة، الأنبياء هم في مرتبة الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم يرزق عند ربه الآن، هو حي يرزق، هو سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. الصالحون الذين أفنوا حياتهم في العلم وفي جهاد العلم، هؤلاء أيضا يرزقهم الله، ليسوا أمواتا بل هم أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذن هناك نعيم رائع جدا بعد الموت، وهناك عذاب مؤلم، يعني مؤلم جدا بعد الموت، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أيها الأحبة، هذا دليل مادي ملموس من القرآن على أن هناك نعيما بعد الموت أو عذابا بعد الموت. يبقى السؤال: ما الذي يجعلني أنا كمسلم، ما الذي يدعوني أن أكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أكذب؟ النبي كان يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكان يعني صلى الله عليه وسلم أيضا يستعيذ بالله من فتنة القبر، من فتنة المحيا والممات، من عذاب في القبر وعذاب في النار. طب لماذا ننكر؟ يعني ما الذي، يعني أنت إذا اقتنعت أن هناك عذاب قبر، طب بالمقابل هناك نعيم، بعض
الباحثين يقول: يا أخي كرهتونا في الإسلام، تقولون عذاب عذاب. يا أخي لماذا لا تؤمن يعني تكون علاقتك قوية مع الله عز وجل لتتنعم بعد الموت؟ لماذا يعني تأخذ الناس باتجاه العذاب؟ حدثهم عن نعيم القبر، حدثهم أن الإنسان عندما يموت إذا كان مؤمنا فإنه سيكون أسعد بمليار مرة وهو في قبره من هذه الدنيا. كم يوجد في هذه الدنيا ملذات؟ في القبر أو بعد الموت أو في عالم ما وراء البرزخ هناك نعيم وسعادة والله أكثر بمليارات المرات من هذه الدنيا. على الأقل لا يوجد خوف، لا يوجد ظلم، لا يوجد جوع، لا يوجد نقص، لا يوجد مرض، لا يوجد فيروس تخاف منه، لا يوجد من يتحكم فيك. هناك واحد فقط هو الملك سبحانه وتعالى. الله يقول لكم: فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله يريد أن يفرحك. طيب ما هو الثمن؟ فقط أن تؤمن بالله، أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى وصادقا مع الناس، أن تكون حياتك كلها لله عز وجل. فلماذا تدفع بنفسك وتقول عذاب القبر وعذاب القبر؟ عذاب القبر للمنكرين، للجاحدين، للمستكبرين، للملحدين، لمن يظلمون الناس، هذا عذاب القبر لهم، لأمثال فرعون هذا الطاغية. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من عذاب في القبر وعذاب في النار، وأن يفرحنا بلقائه عز وجل، كما قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والحمد لله رب العالمين.